تحية طيبة للجميع. سنتمم شرح مفهوم الشخص، وسنتطرق إلى محور الشخص بوصفه قيمة، وهو المحور الثاني من مفهوم الشخص بعدما تطرقنا طبعا للمحور الأول وهو الشخص بوصفه قيمة. طيب، إذا تحدثنا عنك كإنسان بلغة الأرقام، فإنك لا تمثل إلا جزء من ملايير البشر في الحقيقة، لكن هل يمكن اعتبار ذلك معيار لقياس قيمة الإنسان في الكون، أم هناك معايير أخرى؟ إن الإنسان له أكثر من وظيفة في هذا الكون، سواء في وجدانه أو عقله، وقد تحدث المفكرون المتخصصون في هذا المجال وخلصوا إلى أن كل فرد له دوره في توازنه في هذا الكون. إذن كل إنسان عنده واحد الدور معين في هذا الكون. وإذا رجعنا إلى الفلسفة على وجه الخصوص، سنجد الفلسفة تعطي القيمة للشخص بغض النظر عن محدد القيمة لدى كل فيلسوف، فمنهم من أعطى الأولوية للأخلاق، ومنهم من أعطاها للمجتمع إلى آخره. وقبل طرح الإشكال كالعادة، لابد أن نعرف القيمة تعريفا فلسفيا. تعريف القيمة فلسفيا هي صفة أو خاصية نقوم بها الشيء أو الفعل أو الحكم، وذلك بهدف إبراز خطئه من صوابه، جماله من قبحه، أو خيره من شره. وبعد ما عرفنا القيمة فلسفيا، سنحاول أو يمكننا طرح الإشكال التالي: من أين يستمد الشخص قيمته؟ بأي معنى يمكن القول بأن الإنسان يمتلك قيمة؟ وكيف تحدد قيمة الشخص أخلاقيا؟ وهل تكمن في كونه غاية في ذاته، أم في كونه مجرد وسيلة؟ وهل تتمثل هذه القيمة في وجوده الفردي المنعزل، أم المشاركة والتضامن مع الغير؟ وهل للشخص قيمة أخلاقية مطلقة، أم قيمة قانونية وحقوقية نسبية؟ إذن سنحاول التطرق إلى هذه الإشكال من خلال بعض المواقف ديال بعض الفلاسفة اللي غادي نشوفهم الآن. وغادي نبدأ بالفيلسوف إيمانويل كانت. من أين يستمد الشخص قيمته؟ إيمانويل كانت كيعتبر أن الشخص يستمد قيمته من ذاته. من خلاله ميز كانت بين أشياء طبيعية التي لا تملك إلا قيمة نسبية مشروطة بالمنفعة المحصلة منها، تليفونك على سبيل المثال، أو أي وسيلة غير الإنسان، أي شيء عفوا غير الإنسان، كتبقى هي مجرد واحد شيء طبيعي كتسالى من المنفعة ديالو. التليفون على سبيل المثال ممكن تخرج ماركة أحسن من هذيك اللي عندك، ممكن يخسر لك التليفون، ذاك التليفون اللي عندك غتبدلو ديك الوقيته. فبالتالي التليفون هنا او الاشياء فهي مجرد اشياء طبيعيه، ما عندهاش، ماشي بحال الانسان كما تقول تعتبر كانت. الشخص كما تعتبر كانت يتميز بكونه كائنا عاقلا واخلاقيا، الشيء الذي يجعله منه غايه في ذاته وليس وسيله او موضوعا. الشخص ما عمرك الموضوع او شيء كنستعملوه وقت ما بغيناه وكنمحوه وقت ما بغيناه، والقيمه ديالو كتكمن في داكشي اللي تيدير. لا، كانت هنا تعتبر ان قيمه الشخص هي غايه في ذاته، هي تكمن في الذات ديالو، لانه ذات مفكره واعيه وحره ومستقله وليس شيء. فقيمه الشخص حسب كانت يستمدها من كونه يملك عقلا عمليا اخلاقيا يجعل منه غاية في ذاته وليس وسيلة، ويقتضى التعامل معه بكل احترام وتقدير. إذن أنا كانت ميز بين الأشياء الطبيعية اللي كتسالى المنفعة ديالها وقت ما سالينا منها، وبين الإنسان ليس شيء،
الإنسان يبقى إنسان وتبقى قيمته غاية في ذاته، عنده واحد القيمة ثابتة. وإذن إيمانويل كانت يعتبر أن الشخص يستمد قيمته من ذاته، هذه هي الأطروحة ديال إيمانويل كانت. إذن بعد ما شفنا الموقف ديال الفيلسوف إيمانويل كانت، غادي نشوفوا الموقف آخر ديال الفيلسوف جورج غوزدروف، اللي كيعتبر أن الشخص يستمد قيمته من المشاركة في الحياة الاجتماعية، خاص الشخص يكون اجتماعي باش تكون عنده واحد القيمة معينة. ويرى جورج غوزدروف أن قيمة الشخص لا تتحدد في إطار الوجود الفردي الانعزالي. هنا خلافا لكانت، قال كيقول كيعتبر جورج غوزدروف أن قيمة الشخص ما يمكنش تحدد في إطار الوجود الفردي الانعزالي. واحد الشخص هو منعزل انطوائي عايش بوحده، ما يمكنش تكون عنده واحد القيمة. علاش؟ لأن اللي كيعطيه القيمة هو الآخر، الآخر هو اللي كيعطيه القيمة، فبالتالي خاصو المشاركة في الحياة الاجتماعية لكي يحظى بالقيمة من الآخر. باش تكون عندك واحد القيمة خاصك اعتراف ضمني من الآخر، لأن الآخر هو اللي كيعطيك ديك القيمة، ماشي انت، ماشي ما يمكنش انت من راسك تعيش في واحد البلاصة منعزل وتكون عندك واحد القيمة معينة، بل في إطار الوجود الاجتماعي التشاركي. فالشخص لا يكتسب قيمته الأخلاقية من ذاته، وكأنه إمبراطور داخل إمبراطورية مثلا، بل بالانفتاح على الآخرين وتحقيق كل أشكال التضامن معهم. وهنا خلافا للموقف ديال كانت، هنا تعتبر غوزدروف أنه لا يكفي أن يكون الشخص شخصا حتى يتمتع بقيمة أخلاقية باعتباره غاية في ذاته كما كيشوف كانت. لا، خاصو قال لك خاصو ضروري واحد الاعتراف من الآخرين، وباش يكون واحد الاعتراف من الآخرين خاص تشارك في الحياة الاجتماعية للناس، وواجب على الشخص أن ينفتح على العالم ويتقبل الآخرين في إطار علاقة التعاون أساسها الأخذ والعطاء. فبالتالي ملي تيكون واحد الشخص اجتماعي وتشارك في الحياة الاجتماعية أساسها كما قلنا التعاون والعطاء إلى آخره، فهنا تكون عنده واحد القيمة. أما إذا كان انطوائي وكان شخص منعزل، ما عمره تكون عنده واحد القيمة. فبالتالي الشخص يستمد قيمته من المشاركة في الحياة الاجتماعية عند جورج غوزدروف. إذن غنمشيو للموقف الثالث ديال هيجل، اللي كيقول أن الشخص يستمد قيمته من أداء الواجب وامتثال القانون. فهنا هيجل عنده موقف آخر، وكيعتبر أن قيمة الشخص يستمدها من امتثاله لقوانين الجماعة التي ينتمي إليها. هنا امتثاله لقوانين الجماعة التي ينتمي إليها كنسطر عليها. علاش؟ لأن قيمة الإنسان هنا هي نسبية ومتغيرة بتغيير المحيط الاجتماعي، فخصك انت تمتثل وتكون منخرط في القوانين ديال الجماعة اللي كتنتمي انت ليها، باش تكون عندك واحد القيمة معينة في داخل ذاك المجتمع. إلا كنتي مثلا ما عندها التقيمة أنك شخص مثلا حجيتي وتقول لك الناس الحج مثلا في وسط مجتمع هندوسي مثلا، وسط مثلا واحد المجتمع اللي هو هندوسي، ما عندك تقيمة حجيتي ومن بعد. فإلا بغيتي تكون عندك واحد القيمة، خاص القوانين ديال الجماعة اللي انخرطتي فيها تكون كتنتمي لديك الجماعة. إلا كنتي حاج مثلا فداخل ديال واحد الجماعة اللي هي مسلمة، فأنت تكون عندك واحد القيمة معينة. إلا كنتي مثلا داخل ديال واحد المجتمع ولا واحد الجماعة اللي هي مثلا هندوسية، خاصك مثلا تقدس البقر ودير وتنخرط في الطقوس ديالهم باش تكون عندك واحد القيمة داخل ديك المجتمع. فالشخص هنا كيكتسب القيمة ديالو من خلال أدائه للواجب القانوني والأخلاقي
الذي تحدده تشريعات المجتمع اللي كينتمي ليه بطبيعة الحال. داكشي علاش خاص الشخص ينفتح على الجماعة ويتمثل القوانين المنظمة لها ويؤدي الواجب المنوط به حتى يكتسب واحد القيمة معينة داخل ذاك المجتمع. هنا كيقول هيجل إن قيمة الشخص الأخلاقية تكمن في سلوكه امتثالا للواجب. والواجب هنا كما سبق لنا وقلنا الواجب هنا تيتمثل من مجتمع إلى مجتمع آخر. فقيمة الفرد إذن تتحدد بأدائه لواجبه بحسب المرتبة التي يشغلها، وبالتالي فهي واحد القيمة اللي هي نسبية وتتغير. إذن فريدريك هيجل كيعتبر أن الشخص يستمد قيمته من أداء الواجب وامتثاله للقانون. Thank you.